السلام عليكم، نحييكم من شركة سي إم تريدينج. تراجع الذهب هذا الأسبوع متجهاً لتكبد رابع خسائره الأسبوعية على التوالي، مع عزوف المستثمرين عن شراء المعدن بفعل توقعات بأن المجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للمرة الأولى في نحو 10 سنوات. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 إلى 1083.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش. وزاد سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1.90 دولار إلى 1082.90 دولار للأونصة، ويؤثر ارتفاع الفائدة سلباً على الذهب نظراً لأنه يزيد تكلفة حيازة الأصول التي لا تدر فائدة، ومن بينها المعدن الأصفر بينما يدعم الدولار. هذا ونزل الذهب أكثر من 5% منذ بداية نوفمبر حين جاء تقرير الوظائف الأمريكية أقوى من المتوقع ليعزز التوقعات برفع الفائدة في الآجل القريب. انضموا إلينا اليوم لشركة سي إم تريدينج في الرابط المرفق، وذلك لأجل زيادة أرباحكم من تقلبات وتطورات الأسواق العالمية.